منحوتة الوطن الأم، صانع العمل الفنان الشيخ حسن بن محمد آل ثاني. يعود تاريخ العمل إلى عام 2002، وضعت في متحف قطر الوطني، وهي تظهر العلاقة بين الأرض والوطن الأم والهوية الوطنية. جاءت المنحوتة على شكل البطولة، لباس الجيل القديم من الجدات والأمهات، ولا تزال ترتدى حتى الآن، وصنعت من فولاذ مقاوم مصقول. ارتفاع المنحوتة 350 سنتيمتر، العرض 194 سنتيمتر، العمق 353 سنتيمتر. عمل إبداعي ينسجم مع عادات أهل قطر وتقاليدهم. الفن العام جزء أساسي من المشهد الثقافي في قطر، وتحرص متاحف قطر على أن نتشارك جميعاً مسؤولية الحفاظ عليه.